عم ناخذ استشارة تحت الهواء من دكتور توما. أنا وستيفاني استفدنا من الوقت. بنرجع لحديثنا مشاهدينا، موضوعنا اليوم بهم مش بس السيدات مثل ما ذكر دكتور توما، إنما كمان الرجال، هو سكين تايتنينج أو شد الجلد. وحكينا عن الراديو فريكونسي وهلا رح نكمل، ولكن نكمل للعيون شوي على الـ العيون، لأنه في كثير ناس بيعوزوا عملية لشد الجسم اللي مترحل ايه من فوق او من تحت تحت العين، وهو كمان فينا نحسنهم بهالمكانات بجلسه او جلستين عم نقدر نشد الجلد. كمان اوقات مش نتيجه مثل الجراحه، بس بيكون شيء بياخر الحاجه للجراحه مثل ما شايفين هون او بهالحاله هون. هلا النيو جينيريشن بهالسكين تايتنينج شد الجلد هو استعمال الالترا ساوند. الالترا ساوند هو الصور الصوتيه يلي كل الناس بتعرفهم، النسوان الحبيله بنشوفهم للبيبي للبيبي. اذا عملنا فوكسنج للالترا ساوند بصير كيف هالصوره اللي تحت وقت بنحط اللوب بتيجي الشمس عليها فينا نحرق منطقه. بنفس البرنسبل هالتكنولوجيا تطورت بشكل انه بنقدر نستعمل الالترا ساوند تنحدده دغري تحت الجلد ونخلق مناطق تحت الجلد بيجي عليها الالترا ساوند وبيأذيها شوي. مطرح ما هالكولاجين بينأذى بيرجع بيشد على حاله، بيرجع بنفس بيرمم حاله، وهيدا بيعمل شد للجلد. ونيو يعني طبقه كولاجين جديده بتبين. كمان النتائج عم تكون نفسها بس الطريقه غير، كمان نقدر نشد الشفون حول العين، نقدر نشد اسفل الوجه هون كمان. هيدي بالالترا ساوند. هيدي بالالترا ساوند طبعا النتيجه مثل التقنيه هيديك، كل يعني الوسائل بتختلف. هيدي احدث من الراديو فريكونسي دكتور؟ هيدي بعدها طالعه بامريكا وصارت متوفره. الفرق انه نتيجتها شوي اسرع ويعني الشخص الناس بيعوزوا جلسات اقل منها، يعني اذا كنا نعوز جلستين او ثلاثه بالفيرماج او جلسه او جلستين، هون جلسه او جلستين او جلسه واحده بالاسرع. تكفي. وهيدي بس للوجه او كمان فينا نستعملها؟ هيدي هلا استعملها للوجه بس التقنيه عم تتقدم تنقدر نستعملها تقريبا على نقدر على الجسم كمان. طيب حكينا انه في نسبة قليلة من الوجع بالطريقتين. بالاثنين في وجع مثل كانه عم نعمل ليزر للشعر، بالالترا ساوند الوجع اقل شوي. بالالترا ساوند وجع اقل. لانه تنقدر ناخذ نتيجة بدنا نأذي شوي الكولاجين، مش ممكن نقدر نعمل هالشيء بلا ما يكون في شوية وجع، بس كل الناس بتتحمله مع حبوب و يعني للوجع وبيمشي الحق. مسكن. وقت قد ايه بتاخذ وقت هال بين ال 20 وال 40 دقيقة حسب وجع المنطقة اللي عم نعالجها. وقلنا مكلفة شوي بالنسبة للراديو فريكونسي، الالترا ساوند أكثر شوي لأنه جديد. لا الالترا ساوند أقل شوي من التكنولوجيا اللي قبلها، لأنه هي كتكنيك ما بتكلف قد هوليك. هلا نحن مع ببداية موسم الصيف، بتقدر السيدة أو الصبية أو ما في أي مشكلة، لأنه كل هولي ما عم بيأثروا على البشرة، الناس فيها تعملهم سوح البحر دغري، ما في أي مشكلة. بأي عمر ممكن تبلش السيدة؟ أغلب الناس عم يبلشوا على الأربعينات الخمسينات، يعني وقت الترهل يكون صار كثير متقدم صار بدهم جراحه اكيد. الا اذا كان في حالات استثنائيه قبل؟ اذا في حالات استثنائيه قبل، اذا ضعف سريع كل ما واحد بلش بكير كل ما هالتقنيات بتفيد اكثر. اذا كان من اثر حبل وفي ترهل بالجلد او نصاحه وبعدين ضعف بيترحل الوجه، عم نعملهم بعمر 30 واول 40 كمان. النتيجه بتبين كثير طبيعيه؟ كثير طبيعيه، لانه ما في شيء عم ينشد. يعني اذا انا رحت وعملت هالعمليه ما حدا رح يعرف انه عندي شيء ثاني نهار ابدا، لانه الجلد كله عم يرجع يدب، هو عم ياخذ سنين لينزل هي عم يرجع في يدب. وجع بعد يعني خلال الفتره اللي بدها تشد البشره ما في وجع؟ شو بتحس؟ بس خلال في مينتننس مثلا، في عنايه خاصه بعد متابعه السكين كير العادي، الفيتامين سي وهالبرودكت اللي بنعطيهم للمكياج ما بيأثر؟ ما في شيء بيأثر. حلو كثير، يعني عم بشرنا بالخير دكتور توما، لانه في كثير نساء بخافوا من الجراحه او بحبوا ياخروا الجراحه قد ما فيهم. هل الاساليب بتغنينا عن الجراحه بالعمر المتقدم او لا؟ اذا بلشنا على بكير، وطبعا اذا عملنا كومبينيشن مع غير اشياء، لانه التعب يلي بكير بالوجه يلي بنحسه انه شيخوخه، ومش بس الجلد اللي عم تترهل او البشره اللي انتزعت من الشمس، هو فقدان الفوليوم
هو العضلات اللي عم تكون كثير متشنجة. واذا بنعمل كومبينيشن تريتمنت بالعلاج للبشرة، شدينا الجلدة، اذا عبينا شوي فيلرز، عملنا شوي بوتوكس، يعني اللي عندي فيلرز واللي عندي بوتوكس بتقدر تستعمل هال طبعا. حتى يلي عاملين فيس ليفت وبلشوا يحسوا انه رجع الجلد يترهل، بيستفيدوا من هالعلاج حتى يضلوا محافظين على نتيجه. اليوم الهدف الاساسي بعالم طب التجميل بريفنتيف ثيرابي، اللي هو تيمنعوا بركي او ياجلوا قد ما فيهم عمليات الاراحه، معناتها انه نبلش على بكير حتى نقدر ناخذ نتيجه ونضل محافظين على شكل حلو وطبيعي، ما نوصل لدرجه انه صار بدنا عمليات واشياء مفاجئه. يعني كان في اراء حتى دكتور توما انه معقول الصبيه او السيده تبلش بعمر العشرينات، صحيح؟ بنبلش بالعشرينات بعلاجات كثير خفيفه وبسكين كير، بتريتمنت بنستعملهم بالبيت، بنبلش العلاجات المتقدمه شوي اكثر عند الحاجه. فاذا هالاساليب موجوده اليوم ببيروت، موجودة. ما في داعي نسافر حتى نعملهم، مكلفين شوي ولكن النتيجه بتحرز او بتستاهل لانه سريعه وبتغنينا عن عمليات جراحه اللي ممكن تاخذ كثير وقت وتسبب وجع كثير، صح؟ مزبط. نصيحه اخيره لكل اللي عم يحضرونا. مثل ما قلنا early intervention، ما تنطروا يصير شيء كثير متقدم، وبعدين روحوا عند اطباء متخصصين تاخذوا نتيجه منيحه. ولازم يكون طبيب متخصص لانه في كثير بركي معهد او انستيتوت او بيدعوا كمان انه عندهم هالمكانات او هالتقنيات، شو بتقول لهالاشخاص دكتور؟ للاسف في كثير طلب على هالعلاجات، ولانه في كثير طلب صار في كثير عروض، يعني بيكفي انه يجيبوا المكنه يحطوها عندهم او لازم يكون متخصص؟ طبعا، لانه المكنه اصلا يلي بتعمل هيك علاجات هي مكنه طبيه ولا تباع الا للاطباء. نعم. والاطباء بيكونوا متخصصين بهالعلاج. سوء استعمال للمكنه، اما استعمال المكنه منا منيحه بتؤدي لمشاكل، ممكن تكون تاثر تعطي تشويه تيرمينال، وهذا الشيء عم نشوفه على طول. بدي اشكرك دكتور توما على هالمعلومات القيمه واللي هيك تبسطنا لانه عم تقدم لنا خيارات اخرى، وان شاء الله بنستقبلك بحلقات مقبله مع قدوم اي شيء جديد بهالمجال. اهلا وسهلا فيك. بدنا ننتقل هلا مشاهدينا لعالم